قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن نتائج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستسير وفق المقتضى الدستوري. وأضاف جلالته خلال تسلمه المخرجات النهائية لأعمال اللجنة يوم الأحد الماضي أن المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية. وأكد أن النموذج الديمقراطي الذي يسعى إليه الأردن يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث. وقال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بمناسبة تسليم تقرير اللجنة إن الدور الأساسي والأكبر بعد إقرار النتائج والتوصيات يعود للمجتمع بجميع مكوناته لينهض الجميع وتنخرط الأحزاب والقوى السياسية في ورشة تحديث وإصلاح داخلية. بيّن الرفاعي أن اللجنة طورت منهجية عملها بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ والمعايير التي استمدتها من الرسالة الملكية السامية ومن الرؤية الوطنية المشتركة لأعضائها، وأبرزها مفهوم التوافق الذي شكل تمرينا ديمقراطيا في القدرة على إدارة التعددية والاختلافات والوصول إلى التوافقات. وينضم إلينا عبر الهاتف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، كما ينضم إلينا في الاستوديو عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عضو لجنة الشباب السيد جمال الرقاد. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمعالي الوزير. أبدأ مع معالي الوزير، والسؤال اليوم: كيف ستتبنى الحكومة نتائج هذه اللجنة دون إجراء أي تعديلات جوهرية قد تغير من هوية هذه التوصيات؟ يعني واضح أن جلالة الملك من البداية أعلن أنه هو الضامن لهذه التوصيات عن طريق حكومته، ودولة رئيس الوزراء بعد انتهاء قامت اللجنة بتسليم توصيات ونتائج اللجنة إلى جلالة سيدنا جلالة الملك، أعلن أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية وستتعامل مع هذه القوانين، مشاريع القوانين والتوصيات في الشباب والمرأة والإدارة المحلية بشكل إيجابي وحيادي، وهذا يعني الحيادية أنها سوف ضمن المقتضيات الدستورية. طبيعي هذا يعني أنه في النهاية يجب أن تمر عبر مجلس الوزراء واللجنة القانونية وديوان التشريع، ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ترسل إلى مجلس النواب بعد ذلك. ولكن الأساس أن الحيادية تضمن أن يعني بأن هذه الحكومة هي حكومة جلالة الملك ولن تتدخل في المضامين، وأيضا الإيجابية سوف تلتزم بالدفاع عن هذه المشاريع، عن مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية أمام مجلسي النواب والأعيان، وتحاول وسوف تحاول أن تقنع الإخوان في مجلس النواب والأعيان بالتوصيات بالتعديلات القوانين، وهذا هو دور الحكومة، فهي ملتزمة بهذه المشاريع التي تنتج عمل اللجنة الملكية تحديث المنظومة السياسية، وستقوم بالدور المطلوب منها في الدفاع منها ومحاولة إقناع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأعيان بالموافقة على هذه مشاريع القوانين وعلى مشاريع التعديلات الدستورية التي تم تقديمها. طيب معالي الوزير، إلى أي مدى سيتم تقديم الدعم اللوجستي للأحزاب اليوم، يعني وخصوصا زج الشباب في الحياة السياسية والحزبية؟ أولا القانون المقدم، مشروع القانون المقدم نص على أن يكون هناك شرط أساسي عند التأسيس وعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، وهذا ينطبق على الأحزاب القائمة، أن يكون هناك 20% من أعضائه من الشباب و 20% من النساء، وهذا أولا دعم. ثانيا هناك دعم آخر له علاقة في التمويل المالي، حيث أوصت اللجنة بأن التمويل المالي الذي سوف يكون مرتبط في نتائج الانتخابات أن يكون هناك نسبة إضافية غير الدعم الذي سيقدم في حالة وجود أو فوز في القوائم الحزبية على في الدائرة العامة شباب دون سن 35 وأيضا سيدات في هذه القوائم. بالإضافة أنه كمان هناك شروط وضعت في قانون الانتخاب من أجل دعم
الشباب والمرأة كما تعرفون أول خمس أسماء في القائمة الوطنية على مستوى الدائرة العامة، هناك اشتراط أن يكون شاب أو شابة تحت سن 35 عام. هذا هو كله داعم للشباب. أيضا المرأة كما تعرفون هناك داعم لها، حيث اشترط القانون المشروع القانون المقدم أن يكون في أول ثلاث أسماء سيدة من في القوائم الوطنية، وأيضا في الثلاث أسماء التي تليها يعني من واحد من ثلاثة من أربعة أو خمسة وستة في ترتيب القائمة أن يكون أيضا من السيدات، بالإضافة إلى أن أصبحت الحد الأدنى للمقاعد 18 سيدة، حيث وزعت على الدوائر وليس على المحافظات كما كان سابقا. وهذا كله دعم لهذه الفئات من المجتمع. نعم، طيب بما يخص التوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والإدارة المحلية معالي الوزير، هل ستقوم الحكومة بتحويلها إلى الوزارات المختصة؟ أكيد التوصيات مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية كما ذكرت سوف تمشي في إطارها الدستورية وتذهب إلى مجلس الأمة، أما التوصيات المتعلقة بالشباب فسوف تذهب إلى وزارة الشباب والمؤسسات المعنية بذلك، أيضا المرأة إلى اللجنة الوزارية تمكين المرأة والجهات المعنية بذلك، والإدارة المحلية إلى وزارة الإدارة المحلية لمتابعتها، وهذا ما أعلن عنه دولة رئيس الوزراء الدكتور بشير الخصاوني في امام مجلس الوزراء وفي الاجتماع الذي عقد بعد انتهاء عمل اللجنه. نعم، وزير الشؤون السياسيه والبرلمانيه موسى المعيطه، شكرا جزيلا لك. واعود الى ضيفي في الاستوديو السيد جمال الرقاد، اهلا وسهلا بك من جديد. اذا سمعت لما تفضل به وزير الشؤون السياسيه والبرلمانيه ووعود حكوميه واضحه بعدم التدخل وبدعم مخرجات اللجنه دون تغيير هويتها، وبما ان حضرتك يعني عضو لجنه الشباب اليوم ضعنا في الصوره واهم هذه التوصيات التي تخص الشباب. يا سيدتي أسعد الله مسائك ومساء جميع المشاهدين على هذه على شاشة تلفزيون المملكة والذي نجل ونحترم، ونحن أمام وثيقة تاريخية في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، وأتت هذه الوثيقة استكمالا والدور التراكمي لما أنجز في عمر الدولة في المئوية الأولى، ودائما عملية الإصلاح مستمرة كما أرادها جلالة سيدنا حسب الأحداث والتطورات السياسية، وركز جلالة سيدنا في مضامين رسالته إلى دولة رئيس اللجنة السيد سمير الرفاعي على تمكين الشباب والمرأة باعتباره ما هم عنوان المستقبل، وبالتالي أفردت في اللجنة الملكية لجنة خاصة في تمكين الشباب ولجنة خاصة في تمكين المرأة، وأعطي المساحة الكافية للاشتباك الإيجابي مع اللجان الأخرى في لجنة الانتخاب ولجنة الأحزاب ولجنة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى لجنة التعديلات الدستورية التي هي كانت من ضمن لجان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأن الإدارة السياسية والتي يدعمها جلالة سيدنا دائما كضامن لمخرجات اللجنة الملكية أفردها جلالة سيدنا في خطابه أنه سيتحول هذه المخرجات إلى حكومته، وتكفل بأن لا ترسلها الحكومة إلى الغرفة التشريعية في مجلس الأمة مجلس النواب، وهذا يؤكد وهي رسالة واضحة من جلالة سيدنا على احترام وتوازن السلطات. فبالتالي اليوم جلالة سيدنا عندما أتت الرسالة الملكية في مضامينها إلى دولة رئيس اللجنة والأعضاء المكرمين الذين يعني تشرفوا أن يكونوا ضمن هذه اللجنة في خمس محاور، هو قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والإدارة المحلية بما فيها توصيات في تمكين المرأة وتمكين الشباب، ويؤمن جلالة السيدة والأردنيين معا أن الشعوب التي تنظر إلى المستقبل لا بد من توسيع قاعدة المشاركة للشباب والمرأة. ولكن عندما نتحدث أيضا عن الشباب نتحدث عن مراحل عمرية مختلفة وعن شرائح اجتماعية ثقافية مختلفة، كيف لهذه التوصيات أن تراعي كل هذه المراحل مراحل الشباب؟ في لجنة الشباب سيدتي أوصت لجنة تمكين الشباب إلى الهيئة العامة في اللجنة الملكية والحمد لله تم التوافق عليها، بداية في الأحزاب يعني سمحوا في وأوصت اللجنة في ما
يكمل 18 من عمره أو من بلغ 18 من عمره أن يسجل في الأحزاب السياسية ويكون له الحرية في اختيار الأحزاب والفكر السياسي الذي ينشد تحت مظلة الدستور الأردني، بالإضافة إلى السماح له في الترشح على مجلس النواب على عمر 25، وهذا أعتقد أنه بوابة أمل لتأطير الشباب سياسيا، بالإضافة إلى تنزيل عمر المرشح إلى المجالس المحلية والبلدية إلى عمر 22 عاما، وهذا كمان رسالة واضحة إلى تمكين الشباب الأردني من خلال العمل المجتمعي في البلديات، وهو البوابة الأساسية للولوج إلى الحياة السياسية من خلال ممارسة الشباب إلى دورهم الفعلي في الحياة السياسية من خلال انخراطهم في الحياة الحزبية وانخراطهم في الانتخابات في مجالس النواب، بالإضافة إلى مشاركتهم في الإدارة المحلية في الترشح على عمر 22 عاما. وهذه رسالة واضحة ترجمتها اللجنة الملكية بعد عصف ذهنية أدام مدته 115 يوما من هذه خلاصة الأفكار التي كانت في أروقة اللجنة الملكية، يعني لتمكين الشباب وتمكين المرأة وتأطير الحياة السياسية بما أرادها جلالة سيدنا. وكانوا الأردنيين توقين إلى هذه التحول الديمقراطي في الدولة الأردنية حتى نوسع عملية المشاركة، وخاصة أن توصف الدولة الأردنية بالدولة الفتية لأنه ما يقارب 68% من سكان الدولة الأردنية هم دون سن 30 ويشكلوا 68% من سكان الدولة الأردنية الهاشمية، وهذا يعني مفخرة إلى الدولة الأردنية أنها ما زالت هذه الدولة التي تحتفل بدخولها المئوية الثانية أن معظم سكانها ومعظم شبابها من عمر الشباب. صحيح، ولكن يعني نحن في الأردن ربما نعاني دائما من التطبيق، وبالتالي يعني ما هي المعيقات وهل كيف يمكن تفادي هذه المعيقات عند التطبيق؟ يعني هل أوصت اللجنة بمنظومة آليات لضمان تطبيق هذه التوصيات؟ نعم سيدتي، يعني اللجنة بدي أبلش من قانون الأحزاب، وأنا بعتبر أنه هي القاعدة الأوسع والشريحة الأوسع لتمكين الشباب سياسيا من ولوجهم وانخراطهم في الأحزاب السياسية، حيث أوصت اللجنة بإزالة كافة المعيقات أمام الشاب الأردني في ممارسة حياته السياسية في الانضمام إلى أحزاب من خلال الجامعات الأردنية والمعاهد الجامعية، بالإضافة إلى التوصية إلى إدخال بعض المناهج على المدارس من خلال تعريفه بالمواطنة بالرأي والرأي الآخر، بمكافحة التطرف، بعملية الانتخاب، بعملية ما هي الأحزاب السياسية وكيف دورها وكيف يعني الهدف الأسمى اللي ممكن تصل الحياة الأحزاب في تنظيم وتهذيب الحياة السياسية في الدولة الأردنية. هذا كله هي عبارة عن مخرجات، ولكن عندما تعهد جلالة سيدنا في كتابه وتكليفه السامي إلى دولة الرئيس وأعضاء اللجنة بأن يكون هو الضامن، هنالك بعد ما حولتها الدولة الحكومة الرشيدة إلى ديوان الرأي والتشريع ومن ثم إلى مجلس النواب الكريم، والذي سيكون هنالك عصف ذهني وتشابك إيجابي فيما بينهما عالي لإحداث نقلة نوعية وقفزة مضمونة لكي نوسع قاعدة المشاركة للشباب حتى يكونوا هم صانعين لمستقبلهم وليس بس منفذين، لأنه اليوم الشباب يعتبر حاله هو يعني عنده عملية إبعاد عن صناعة مستقبله السياسي، فبالتالي إذا احنا جودنا الغرفة التشريعية وأطرناها في عناصر الشباب قادرين على تمكين حياتهم ورسم مستقبلهم بما هو يتوافق وتطلعاتهم. وكما أسلفت سيدتي أنه أي دولة تنظر إلى مستقبلها يعني لابد من توسيع قاعدة مشاركة الشباب والمرأة في حياتها السياسية. صحيح، يعني وكما تعلم سيد جمال يعني تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها ليس بالأمر السهل، واليوم يعني نحن بحاجة إلى تطوير الحياة الحزبية، وبالتالي ماذا تتوقع من معيقات اليوم وكيف يمكن تجاوزها؟
يعني هنالك معيقات في بعض المناهج. خلينا يعني نبلش من مرحلة المدرسة حتى يعني نؤسس إلى مرحلة حزبية فضلة قادرة على محاكاة مستقبل الدولة الأردنية والتي يريدها الأردنيين وجلالة سيدنا، بتكون حياة سياسية رحبة قادرة على التعامل مع معطيات المستقبل. بالتالي لابد من تهيئة البيئة السياسية، بالإضافة إنه اليوم إحنا عم نهيئ البيئة التشريعية للأحزاب والقانون الانتخاب والإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب. هذا في جال، وفي جال تهيئة البيئة السياسية لابد من الانطلاق من المدرسة حتى نعرف الطالب من العمر 12 سنة إلى 16 سنة. احنا قسمنا الفئات العمرية من 12 إلى 16، من 16 إلى 25، من 25 إلى 30. فبالتالي اليوم احنا في المدرسة ما راح أني أفرض على طالب ما هو الحزب السياسي اللي بدك إياه. احنا بالإطار العام نطالب بتعديل بعض المناهج لتعرفة الطالب الرأي والرأي الآخر، ويعني نبذ الكراهية وحقوق المواطنة. يعني في أمور كثيرة لابد إدراجها في المناهج حتى يكون الشاب الأردني على اطلاع. في حال انتقاله إلى مراحل الجامعة وهو العمر المسموح فيه للانتساب للأحزاب السياسية، يكون الشاب الأردني يعني فكر وصارت عنده خمرة في التفكير إلى أي الأحزاب السياسية التي تتوافق ورؤى سياسية والانخراط فيها والعمل عليها وتأصيلها. كون هنالك اليوم النظرة إلى الأحزاب لابد أن تكون برامجية وضمن رؤى واضحة وأهداف واضحة حتى تحاكي تطلعاتنا وواقعنا وأمال الشباب الأردني. اليوم الشباب الأردني متعطش إلى المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية في الدولة الأردنية. كانت هنالك في بعض القوانين السابقة في بعض التشوهات وفي بعض المضايقات. يعني أتمنى من خلال هذا المنبر على حكومتنا الرشيدة وعلى مجلس النواب الكريم وعلى الخيرين والمثقفين في الدولة الأردنية أنه التعاطي مع مخرجات اللجنة في إيجابية والنظر إليها إنها هي وثيقة تاريخية يبنى عليها إلى المرحلة الثانية من عمر الدولة الأردنية، والتي تؤسس إلى مرحلة إلى مئوية ثانية قد نلج فيها في قادم الأيام إلى رفاه الشعب الأردني من خلال تجويد الغرفة التشريعية في مجلس الأمة، والتي يفضي إلى تجويد الإدارة العامة في الدولة الأردنية بعناصر شابة قادرة على محاكاة المستقبل. وهذا ما نتمنى وتمكين المرأة يعني، وهذا موضوع مهم اليوم جدا. اليوم سيدتي بالأحزاب يعني أوصت اللجنة في تمكين المرأة أن لا يكون عدد المنتسبين لا ينقص على 20% من السيدات، بالإضافة إلى الشباب 20%. اليوم المرأة أفرد إليها في قانون الانتخاب أن تكون من ضمن أول ثلاث في القائمة الحزبية الوطنية، والشباب من أول خمسة. فبالتالي هذا تأكيد واضح على دور المرأة ودور الشباب في قادم الأيام في من خلال حزمة هذه الإصلاحات التي أتت ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تكرس على دور المرأة ودور الشاب في قادم الأيام في صنع مستقبله السياسي من خلال التشابك الإيجابي مع المواطنين، حتى نؤكد على دور الشباب الأردني والذي هو نعول عليه الكثير، لأنه احنا عندنا طاقات هائلة وطاقات كبيرة، وعندنا الشباب مثل ما أسلفت سابقا أنه يشكل 68% من عدد سكان الدولة الأردنية، بالإضافة أنه المرأة تشكل 49% من عدد سكان الأردن. وهذا يعني والمرأة لم تكن تشكل الكل كله، لأن هي الأم والأخت والسيدة والبنت والممرضة والدكتورة وكله. فبالتالي اليوم المرأة اليوم نحن ننظر لها أنه مثل ما تفضل معالي موسى المعايطة قبل قليل وله كل الاحترام، أنه اليوم 18 امرأة على الدائرة على الدوائر المحلية، ولكن نحن ننظر إلى القائمة الحزبية الوطنية التي تكون، نتمنى أن تكون للمرأة دور وفير من خلال مشاركتها في الأحزاب السياسية حتى تظفر في مقاعد أخرى يعني ومقاعد زيادة في مجلس النواب الأردني. شكرا جزيلا لك، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعضو لجنة الشباب السيد جمال الرقاد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيدتي.